نور، من المعروف أنه في عوامل عديدة بتأثر على طريقة وأسلوب العادات الدراسية للطلاب خلال العام. رح نبدأ صباحنا بحديثنا عن الطاقة المحفزة لطلاب بالمرحلة التحضيرية للامتحانات مع خبيرة الطاقة الدكتورة غالية البغدادي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير سلمى. يسعد صباحك غالية. حكينا بحلقة سابقة يمكن عن أهمية تحفيز الطالب وتهيئته للامتحان، بما أنه نحن على أبواب الامتحانات، خلينا نحكي عن دور الأهل، قديش مهم فعلا بإحاطة ابنهم ودعمهم. تمام، بس قبل ما نحكي عن الأهل بدي أحكي عليكم. اليوم كتير مشرقين منورين ألوان صيف وعاملين طاقة كتير حلوة بالمكان، جو غير شكل. انتقلت لك الطاقة، انتقلتي لي هالمرة، أنتوا اللي إيجابيين ونقلتوا لي الطاقة لإلي هلا، هيك فشغلة كتير ممتازة، كتير حبيت. خلينا نحكي عن دورهم، قديش مهم فعلا يدعموا الطالب، يكونوا هن عامل تحفيز، مو عامل فينا نقول يمكن اللعب بمشاعر الطالب نوعا ما والتأثير او احباطه. هلا بتعرفوا هلا نحن كل الاكثر طلابنا معطلين بشان تهيئ للامتحان. هلا في طلاب الاهالي يعني للاسف بتلاقي بيضغطوا عليهم بشكل كتير قوي انه لازم تدرس، ما بيعطوهم هاي الفتره اللي شوي انه لازم نرتاح شوي حتى يرجع العقل يركز تفكيره، لانه كتر الضغط على الموضوع، على اي موضوع معين بالحياه يعني، وخصوصي موضوع دراسه، كتر الضغط بيولد شيء من الانفجار، يعني بتحسي حالك ما عاد تستوعبي شيء. مشان هيك كتير من طلابنا بيدرسوا بيوصلوا لوقت الفحص هن عم ياخذوا الورقه بيقولوا لك ما عاد تذكرت شيء، او في منهم من كتر الضغط بس يوصلوا لهي النقطه بيغيبوا عن الوعي او بيصير معهم كتير قصص، خصوصا الشهادات اللي هي اساسا مصيرية أو مستقبلية. تماماً، عندك التاسع، عندك البكالوريا، هدول بيعملوا له يعني رهاب للطالب على قدمه الأهل إنه أوعك وانتبه وكذا، مع إنه هو نحن فينا نمرق سنة مثل أي سنة. يعني نحن لو الطالب من أول العام الدراسي بحط برنامج له ما بيضيع أبداً، ولا حتى بيختلف عليه شيء، وبيوصل لآخر السنة بيلاقي أموره كلها مرتبة، يعني كل درس بدرسه، أخذ الدرس فوراً يدرسه، يحفظه، النوتات تبعاته يتابعون، بيلاقي آخر السنة عنده كتير سهلة. بس في طلاب مثل العاده بيهملوا، بيخلوا عطول لاخر السنه، بيقول لك يلا اخر السنه، هدول بقى اللي بيصير عندهم مشاكل. هدول اللي لازم عن جد بدهم انه يعني يبذلوا جهد مضاعف، ليش؟ لانه بيكون الوقت ضيق والتراكم عليهم كثير القصص، هدول عن جد حيلاقوا تعب بهالفتره يعني. طيب غالية، خلينا نحكي عن المرحله التحضيريه للمنزل بشكل عام، سواء من المكان، مكان الدراسه او التهيئ النفسي. تمام. هلا هي نحن كلياتنا على طول بنقول انه المنزل وكذا، نحن بنعمله للطالب شيء انه فظيع، يعني لدرجه انه الام انا ما عاد فيني هلا خلصوا مشاويركم لان انا ابني عنده بكالوريا السنه، بدي اقعد له، او يعني هاي المعلومه ممنوع حدا يجي لعندي من هون لثلاث شهور، انا لسه هي انه انت تعملي عليه من حاله من الحبس نفسي. تمام، يعني انت عم بتهيئيه لجو اذا بدك متعب. يعني هو بيقولوا لي شو صار، فبده يصير يعمل اللي ما انعمل قبل ما يبلش. هلا هذا اكبر غلط بيعملوه الاهل، المفروض تضل الامور عاديه وتضل الامور ماشيه على طبيعتها. الطالب له شيء معين او وقت معين ليدرس فيه هو بغرفته، بس اكيد مو على التخت، حكيت قبل وبرجع بحكي، لانه التخت فورا بيروح لطاقه طاقة النوم، بيصير بده ينام. احيانا في يمكن حالات اجتماعيه او ظروف اجتماعيه بتفرض على الشخص انه يمكن على التخت او بغرفه، لانه كمان ممكن تلاقي بيت غرفه او غرفتين بسبب الظروف الحياتيه اللي عم نعيشها اليوم نحن. مزبوط، صح، بس مو بالضروره يقعد على التخت، فينا يحط كرسي ويقعد. يعني اما قعده السرير بالذات هي اللي بتعطيه طاقه عكسيه، يعني بصير شو ما حفظ ما بيستوعب هاي الشغله، والشغله الثانيه بتلاقيه عم يقرا حامل الكتاب، لو هلا فايق من النوم ببلش يتاوب انه ليه، لانه خلص ما في تركيز. فلازم يكون قاعد لما بده يدرس، يكون قاعد على كرسي او قاعد على مكان. هلا مو بالضروره، في طلاب بتقول لك انا ما فيني ادرس بالهدوء التام، بحب يكون في ميوزك، بحب يكون في اي شيء، هيك كل طالب له شيء معين. هلا نحن اهم شيء انه ما نعمل له هذا الجو المخيف للطالب، تضل الامور عاديه، مو عنده مشوار تروح، يعني عادي الحياه كلها عاديه، بس شويه تنظيم للوقت، المفروض انه ينام بكير ويفيق بكير. نحن هي غلطه عند كل الطلاب انه بيسهروا طول الليل وبيضلوا نايمين طول النهار. دراسه الليل ما بيحفظها العقل الباطن، يعني ما بيصير تركيز ذاكره، ما بتخزن مثل الدراسه الصباحيه فينا نقول. تمام، اكيد. وفي طلاب بيصيروا بيكتروا من القهوه، بيكتروا من هالقصص كمان، هذا الشيء كثير غلط، المفروض يروح للعصائر، يبعد عن المنبهات. دراسه النهار هي افضل، المفروض ينام بكير ويفيق بكير، يبلش فورا اول طلوع الضوء، يعني على الستة يكون قاعد مبلش اي فكره بده يحفظها بتتركز بعقله الباطن. هي شغله. الطلاب عندنا نوعين، شيء بيحب
يقرا وشي بيحب يكتب. الطالب اللي بيحب يقرا بفضل يقرا بصوت عالي لانه بيعطي امر لعقله الباطن انه حفظ هالفكره، فبصير بتنحفظ الفكره معه اسرع. الطالب اللي بيحب يكتب على طول بحب يكتب بقلم احمر، كمان بيعطي امر للعقل الباطن انه تنحفظ دغري، يعني بتحسي كتبها خلص حفظها، عرف انه خلص انا هون كاتب. هذا كله شيء بيساعده على التركيز. كثير لا يعني كثير لازم انه نخلي الطلاب يعني نخلي لهم هاي الفتره انه مثلا يطلع مشوار، يشوف رفقاته، يشوف تي في، يحمل موبايله، مو انه يبعدوا عن كل الضغط شوي، يرفع يعني عن نفسه نوعا ما. تماما، يعني المفروض كل ساعتين في له ربع ساعة رياحة. هذا المنطق يعني بيحكيها، حتى العقل الباطن يركز على الشيء اللي درسه. يعني ساعتين دراسة ربع ساعة رياحة، بيرجع ساعتين دراسة. فينه يطلع برات البيت بهذا الوقت، يعني مو انه نحن انه نحبسه او شيء، لانه بيوصل لوقت الامتحان عنده طاقة سلبية كتير كبيرة، عنده ضغط نفسي كتير، فبيوصل لوقت انه خلص بتلاقي عم يدرسوا اخر اسبوع بيقول لك ما عاد بدي. بتلاقي الاهل بيتباهوا، يعني ابني اليوم قاعد درس 12 ساعة دون انقطاع، بتقول له لا ابني انا درس 11 ساعات. كمان في نوع يمكن من الاستهلاك الجسدي والنفسي تماما للطالب. يعني وانا ما يعني ما بفضل هالفكره. طب هلا هو درس 12 ساعه، تنافس بين الاهالي تمام، يعني صار تركيز 12 ساعه اللي قعدوا متواصلين. ما بتوقع انه يصير تركيز، وهذا التنافس بين الاهالي كمان هذا بيعمل ضغط على الطالب لما بيضغطوا عليه بشيء معين، انه لا لازم طب وبدك تجيب طب وشوف ابن خالتك، خصوصا عند العيله الكبيره. يعني نحن حتى بالعيله انه بنت خالتك جمعت هالقد انت ما بتصير، نحن كلياتهم مو بس جامعه لازم تكملي. هي قديش بتلعب فعلا دور بنفسيه الطالب. هذا اول شيء نحن عم نكسر له من شخصيته. يعني الثقه انكسرت عنده. ليه؟ لانه انت عم بتقارني بحدا تاني. مجرد ما انت عم تقارني طالب او طفل او اي حدا بحدا تاني، انت عم تقللي من قيمته. فهون هو بيصير عنده خلص، يعني الطاقه بتنزل عنده، ما عاد بيصير في عنده تركيز، وبيصير هدفه شو؟ انه بس بده يطلع احسن منه ليرضي اهله، لو هو ما انه مبسوط. يعني فهي كمان شغله كثير. طيب غاليه، نحن كمان دائما بنغفل دور المدرسه بهذا الموضوع. يعني بنحكي فقط عن دور الاهل، دور الاهل كثير اساسي وكبير، بس كمان دور المدرسه اساسي. يعني خلال فتره العام الدراسي كمان بيلعب دور الاستاذ، طريقه اعطائه للدرس، طريقه تقسيمه للمنهج مع الطالب، بانه هو كيف بيروح على بيته مستعد للدراسه. يعني مو ضروري كمان نحكي شوي عن هاي طبعا هاي هلا الجانب. المدرسه هي كثير مهمه، واهم شيء يكون في التواصل بين المدرسه والبيت. يعني في كثير اهالي ما بيعرفوا شو عم يصير مع هذا الطالب بالبيت، ما بيعرفوا شو عم يصير مع ابنهم بالبيت، انه خلص بعتوه على عفوا بالمدرسه قصدي، يعني بعتوه على المدرسه خلص انه هو ما بالمدرسه في متابعة. ما في متابعه. المفروض المتابعه، المفروض حتى الاساتذه شوي يكونوا شوي ألين مع الطلاب. هلا الحمد لله اساتذتنا كثير تغيروا عن قبل، كانوا قبل تحسي الاستاذ انه كثير جدي وكثير هلا لا بيمزح وبيضحكوا. الاساتذه يعني ما عم بيقصروا، صار يعني في مرشد نفسي بالمدرسه تماما، يعني ما بيتابع مع الطلاب تماما. يعني جو المدرسه صار نوعا ما جدا مريح. صفي شوي الطالب بس يعطي، لانه الاساتذه عم تجي اول شيء سنه صغير وعم يكونوا كثير مريحين ومن جيل الطلاب، فبس المفروض الطالب انه شوي يعطي كسر تمام، يعني بس يعطي القدر المطلوب للاستاذ، لانه يضل في حاجز هو الاستاذك، يعني ما بصير تتعدى هي الحدود. المدرسه انا عم حس انه ما عم بيقصروا نهائي، عم يعطوا اكيد مثل مو مطلوب، بس المفروض المتابعه بقى. هلا نحن هاي الفتره الشهر اللي معطلين فيها الطلاب هي اكيد انقطعوا عن المدرسه، صفيت شغله البيت، فهون بقى لازم التركيز. يعني يلي اي طالب عنده تقصير معين او ماده معينه، ما يقولوا الاهالي انه لا بيدرس لحاله، لا لازم نساعده بشيء خصوصي او دروس خصوصيه، لازم نلاقي حدا يكون معه خطوه بخطوه لحتى يكمل لقدام يكون. طيب الدورات التكثيفيه للطلاب قديش فعلا مفيده؟ احيانا بينعطوا كم هائل من المعلومات بفتره الانقطاع، يمكن ما بتساعد مثل الدورات الطبيعيه. تمام. هلا بسبب الضغط اللي بيكون، يعني بتلاقي كل الطلاب مثل ما حكيت قبل هاملين كل دراستهم، بيجوا قبل الامتحان بتلاقي كم هائل من الطلاب اللي مسجلين بهالدوره التكثيفيه. الاستاذ ما عاد يلحق او ما عاد يقدر يعطي لكل طالب حقه، تحسي خلص بيعطي الدرس وبيمشي. هي كمان شغله كثير، عمليه التركيز بيكون اخف. تمام. وبيكون عم يعطون كم قوي من المعلومات بساعات قليله، فكمان بيطلع الطالب جدا مضغوط. هلا كثير من طلابنا بيقولوا لك انا كيف قدمت ما بعرف، انا نسيت كل شيء اخذته، يعني نسيت كل شيء اخذته السنه الماضيه او اللي قبله او شيء. يعني طيب بما انه حكيتي عن النسيان غاليه، خلينا نقول انه في شغلات يمكن الشخص بيمارسها باليوم او بياكلها او بيشربها هي بتدعم الذاكره وبت
وبتخفف من النسيان، وخصوصا النسيان بالامتحانات، لانه طبعا. الشخص يمكن اذا ما بينسى بالايام العاديه بيصير بالامتحانات بينسى. شو ممكن يساوي؟ هلا مثل ما قلت لك، اول شغله حتى ما ينسى ما يكون في ضغط كثير بالدراسه، ساعتين ربع ساعه، هي شغله كثير مهمه. الشيء الثاني انه يعطي وقت شوي، 10 دقائق الصبح يعمل في اي حركات رياضه ولو حركات سويديه بالبيت. ليه؟ لانه بتفتح مسارات الطاقه كلها، وبيعمل التنفس الطاقي اللي حكينا عليه، 7 شهيق بيحبس النفس 7 وبعدين 7 زفير، هي بتفتح مسارات الطاقة كلها بالجسم. إذا نذكر المشاهدين فيها تمام، وبتوصل الأكسجين للدماغ. يعني بصير الاستوعاب عنده جدا قوي، يعني ناخد 7 شهيق لحتى ليش 7؟ يعني حتى تاخدي النفس، أنت عم تاخدي النفس بتعدي للسبعة حتى ينتفخ البطن. بعدين بتحبسي النفس 7 وبعدين بتعملي زفير طلعي على مهلك كمان 7، يعني انت عم تعدي للسبعة 7 7 7 تمام، وبتعيدي هذا التنفس 7 مرات. هذا كثير بيساعد على التركيز، يعني اول ما يفيق الطالب يغسل وشه، يشرب شيء من اي شيء عصير، يعني بعد عن المنبهات يعمل التنفس الطاقي، كثير حيلاقي حاله مرتاح. الشيء الثاني التمر، التمر كثير بيساعد على التركيز، يعني احنا في كثير ناس ما بياكلوا، هلا التمر كثير بيساعد على التركيز، وخصوصي اذا شلنا البذره وحطينا معه بمكان البذره حطينا الجوز. الجوز هو كثير من المكسرات تمام، يعني اللي بتحفز كثير وبتركز المعلومات بالدماغ وبتقوي الذاكره، يعني حتى اذا طلعتي انت على الجوزه بتحسي شكلها مثل الدماغ. بهي الفتره يخففوا البقوليات، يخففوا المنبهات، ياكلوا كل شيء مريح للمعده، ما ياكل كميات جدا كبيره، يعني يخلي انه معدته ما عاد فينه، بس يعبي الواحد كثير بطنه ما عاد يقدر يركز على شيء ابدا، بصير عنده خمول بس بده ينام. طب اذا نقول بديل عن هي المكسرات او التمر، لانه بسبب غلاء الاسعار يمكن كثير من الطلاب ما فيهم يكون عندهم هي المواد، شيء بديل اذا بدنا نقول نوعا ما؟ هلا الشيء البديل عندك الفستق السوداني العادي. الفستق السوداني اذا بياكل 10 حبات كثير بيحفزه وبيعطوه كثير طاقه وبينشطوا كمان الذاكره. في شيء كمان بجيبوه اذا جابوه من عند العطارين، هي عشبه اسمها الجينيكو، هي بتركز كثير على المعلومات وبتساعد على يلي الاشخاص اللي بينسى او شيء تمام، بتساعد على التركيز بالدماغ. هي عشبه اذا كميه صغيره حتى بيوصفوها للاشخاص اللي عندهم مثلا مرض الزهايمر او معرضين تماما للاصابه، فبيوصفوا لهم اياها الدكاتره، بيوصفوا لهم اياها هي العشبه الجينيكو. هي عشبه كثير ممتازه كمان، فينه يغليها الطالب ويشرب كاسة الصبح، كمان بتساعد كثير على التركيز. يعني هي شغلات بسيطه، حتى ما بننسى الالوان، الالوان كثير بتساعد بهالحاله. يعني يلبس اصفر واخضر اكيد طبعا، الاصفر والاخضر عندك والاورانج. هلا الاورانج والاصفر بيعطوا طاقه تركيز، الاخضر اذا الطالب جدا عصبي، يعني في طلاب بتحسهم كثير عصبيه وعندهم هيك نار وشعله، فبنروح لهم للالوان الاخضر والازرق. اللي الطالب كثير بارد، في طلاب بتحسي كثير عندهم برود، بنركز لهم اكثر على الاورانج والاحمر. يعني كمان طريقه اللبس بتلعب دور، لانه اذا طالب هو تركيز عنده بطيء وهو طبعه بارد وتيجي تلبسيه ازرق واخضر، ما عاد مستحيل انه يقدر يستوعب الفكره. بتلعب دور كثير كبير الالوان. طيب طبعا بتلعب الوان الزي المدرسي اللي معترف عليها هلا، قديش فعلا بتفيد الطالب؟ اذا نحكي الازرق الغامق والفاتح والرمادي والزهر. تمام، هلا الازرق بيعطي هدوء، يمكن مشان يهدوا الطلاب بالمدرسه يخف النشاط شوي. تمام، يخف النشاط عندهم. الرمادي هلا انا من الالوان اللي ما كثير بحبها، هو بيعطي شوي كآبة، بس كاسرينه باللون الزهر، لون الزهر اللي شوي هو بيعطي توازن بيناتهم، وحتى للشباب مع السماوي كمان بيعطيهم شوي توازن، اما هو لو كان بس رمادي لا، من الالوان اللي شوي بتعطي طاقه سلبيه. فما كثير بحبها. ما بتختلف الدرجات اذا كان رمادي فاتح ما له علاقه او غامق؟ هلا شوفي، اللون الرمادي لون من لون، يعني بتحسي وقت تكون السماء رمادي بتكوني معكره، لون الرصيف، لون هدول الشغلات الاسمنت وهالقصص، يعني بتحسي طاقته هو لون لا لون، خليط بين الاسود والابيض، فهو طاقته شوي سلبيه اللون الرمادي. يعني حتى الاشخاص اللي عندهم اكتئاب او الطلاب اللي شوي بينزوا هاي الفتره انه بفوتوا بحالات اكتئاب، يبعدوا تماما عن الالوان الرمادي. بتنصحي باللون الموحد ما له مزيج عن لونين فينا نقول؟ يعني بحب ابيض ابيض او اسود اسود، يعني هدول الالوان اللي كثير بتعطي رواء. هلا مو بالضروره كمان انه انا البس، يعني مثلا هلا اذا ما قدرت مثلا البس، ما عندي هالالوان او ما بحب انا البسها، شو بعمل؟ بجيب شمعه صفراء او اورانج، بحطها ناحيه بشعلها
انا عم بدرس. كمان هي بتعطي كثير طاقه، اول شيء طاقه النار، ما بننسى طاقه النار بالمكان كثير بتكسر، يعني انت طول ما انك شعلي نار بتعرفي النار بتحرق كل شيء، طاقه سلبيه موجوده بالمكان، لدرجه انه نحن لما بدنا نعمل لاي شخص تنظيف للهاله او بدنا نشيل كل شيء سلبي عنده بنكون شعلين شمعة، لانه النار بالذات بتحرق الطاقه السلبيه الموجوده بالمكان. فهو اذا شعل شمعة اورانج او شمعة صفراء خصوصي، يعني حصرا اورانج او صفراء، كثير بتساعده على التركيز. اكيد. يعني غاليه، مع كل هي المعلومات اللي اعطيتينا اياها اليوم، نتمنى يكون كل الطلاب اللي عم يتابعونا استفادوا او حتى اهاليهم، وشكرا كثير لك. حبيبتي تسلمي. دكتوره غاليه البغدادي، خبيره في علم الطاقه، شكرا لوجودك معنا. حبيبتي.